السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده في هذه القناه، قناه نور زنده للوصفات البسيطه. هي واحد البريوش رائع، الشكل ديالو تيجي غزال جدا، مغاير لداكشي كاع اللي درت في القناه، واكيد انه غادي يكون بنين بطبيعه الحال. لهذه الوصفه ان شاء الله كما شفتوا معايا درت واحد الكاس، عبرت بهاد الكاس، نتوما كتعبروا بالكاس اللي عندكم ديال الماء، ودرت كاس ديال الحليب، نصف كاس ديال الحليب سائل، وبنفس الكاس عاوتاني عبرت نصف كاس ديال الحليب بودره. بالنسبه اللي ما عندوش الحليب بودره غادي يستعمل حليب سائل، وبالنسبه اللي ما بغاش يستعمل حليب سائل كيستعمل كاس عامر تاع حليب بودره. من طبيعه الحال ملي غادي تخلط مع الماء غادي يكون كاس ونصف ديال الماء، باش يلا نجيبوا التوازن ديال الكميه ديال الحليب. غادي زدت الخميره، يعني الخميره على حسب الجو، الا كان الجو سخون فكديروا غير القياس باش ما تخمر لكمش مزيان. جوج ابيض ديال البيض، ابيض البيض غادي نستعملوا البياض فقط، والاصفر غادي نحتفظوا به للدهن. ودرت جوج معالق تاع السكر حبيبات او السكر سنيده، وغادي نزيد شويه ديال الملحه. واخا تتبان لكم هكا انا راه عندي في هذوك التقيبات رقيقين، يعني واخا شتوني تكيتها راه درت غير القياس. صافي غادي نخلطوا هاد المكونات هادو. الا ما ذكرتش الزيت يمكن واش ذكرته في الاول، المهم غادي نزيدو نصف كاس ديال الزيت. سنعبروا كما العاده بنفس الكاس باش عبرنا في الاول، ما عرفتش واش ذكرته ولا ما ذكرتوش. المهم كنديروا كاس ديال الماء، نصف كاس ديال الحليب سائل، ونصف كاس ديال الحليب بودره، ثلاثه المعالق تاع السكر سنيده ما عامرينش بزاف او جوج عامرين بزاف، جوج بياض ديال البيض، الملح، ونصف كاس تاع الزيت، والخميره، وتنضيفوا الدقيق شويه بشويه تنحصلوا على واحد العجين اللي هو ذو قوام رطب متماسك ومدلوك مزيان. واحد السيده واحد المره درت واحد الوصفه بهاد الليغون الكحلين، راه هاد الليغون راه هما ديال يعني ديال الماكله، ماشي واخا شفتهم كحلين راه ديال الماكله. المهم هي باش نجاوب السيده. صافي كنخليوها تخمر ومن بعد نرجع. صافي كما شفتوا خليت العجين ديالي يختمر، يعني تضعف الحجم ديالو. بالنسبه للبنات اللي عندكم يعني سطح العمل صغير كتقسموا هاد العجينه على جوج كويرات، وبالنسبه اللي عندهم سطح العمل هكا كبير بحال اللي عندي انا فكن غادي نديرها غير على كويره وحده، وباش نختصر فيها الوقت. من طبيعه الحال سطح العمل تيكون نقي فانا كنمسحو مزيان، فانا ديما يعني العاده ديالي واخا ما بغيتش نخدم فيه انني كنمسح كلشي بواحد لو برودوي اللي فيه البيكربونات ديال الصوديوم، وتيكون فيه الحامض، تيكون تندير ثاني واحد الخليط ديال الحامض، ومن بعد كندوز بالخل الا بغيت نخدم فيها بحال هاد المسائل هادو، وتندوز بواحد الزيت في نقي انه ضروري بلا كوفيد 19 ولا شي حاجه، فاكيد انه ديما المسائل ديالنا خصهم يكونوا نقيين. كما شفتوا هزيت انا درت كبيره وحده كما قلت لكم، وغادي نسرحها ما محتاجينش الدلك، غادي نسرحوها غير بيدينا حتى كتعطينا واحد الشكل اللي غادي يكون متساوي في الاضلاع ديالو، يعني اما مستطيل ولا مربع، المهم ما يكونش دائري باش يعطينا واحد الشكل في الخرمقاد. هنايا غادي نهز الزبده اللي هي بدرجه حراره المطبخ، انا ما كندوبهاش حتى في المسمن باش انا كتجيني زوينه وكيعجبني تتعجبني النتيجه ديالها الا ما كانتش هكا دايبه. كيبان لي انايا والله اعلم من التجربه ديالي انه كتجي النتيجه احسن هكا الا ما كانتش دايبه، وما كنستهلكوهاش بزاف، لانه هاد الا جيت ندوب هاد المعلقه او هاد المقدار اللي درت لهاد المسمنه الا جيت ندوبها غادي تعطينا غير واحد شويه. فكما شفتوا كان يعني كندهنها مزيان، هاد العجين كندهنو مزيان بهاد الزبده هادي،
ومن بعد كنحاول انني نطويها، سواء بقيت طويها من الفوق او طويها من الجانب، يعني طويها على جوج. انتما غادي يعني تشوفوا الطريقة اللي درت ليها، يعني كنجيبوا واحد الجانب نلصقوه مع الجانب الثاني وتنحاولوا نقادوها من طبيعة الحال. صافي كما شفتوا راني كنقاد فيها عاوتاني، لانه باقي غادي نعاود العمليه ديال الطوي باش ما تبقاش واحد الجهه يعني هكا عاليه واحد الجهه هابطه. تنهز عاوتاني ديك الزبده وتنحاول ندهن غير واحد النصف من العجين، نصف واحد من العجين بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نهز هذا الجانب الاخر اللي ما درت ليهش الزبده وكنطويه على هذا الجانب اللي درت ليه الزبده، يعني تنطويها عاوتاني على جوج. كنتمنى العملية تكون واضحة، الشرح يكون واضح. صافي من بعد ما طويتها عطاتني هذا الشكل هذا كما شفتو، طويتها على عاوتاني على جوج وغادي نقدها. بس الطريقة هذه يعني كما قلت لكم ما محتاجينش للدلاك وما محتاجينش اننا نديروها رقيقة بزاف، لا صافي. كنهزو واحد القطعة تاع البيتزا او الموس وتنقطعها على شرائط. مهم العملية ما وضحش في الاول، ما عرفتش كيفاش لاباري او الكاميرا بعض المرات كتغفلني. قطعتها على هاد الاشرطه كما شفتو وتنعاود كنقطعها على جوج. غادي ناخد الشريط الاول هو، تنحاول نلويه بهاد الطريقه هذه، ومن بعد كندخل واحد في واحد بحال بغيت نشدو وتندير واحد شتي واحد الدائرة وصافي تنحطها فوق الطبلة. المهم كملت الشكل الأول. أنا غادي ندير جوج أشكال ضروري، أنا كندخل الشكلاط تندخل الشكلاط فسميتو في أي بغيوش درتو، واخا ما يكونش فيه خصني ندخلو لأنه الدراري ما كيبغيوش ليا داكشي لي ناتور. كما شفتو هانتوما عاوتاني نعاود معاكم، شفتو الطريقة فاش كندير ليها وتنطويوها على هذا الشكل هذا. المهم كنحاول نديرهم في الطاوة، من بعد ان شاء الله اللي شفتها مقداش غادي نقدها وغادي نستمر في العملية. هادي حين بغيت ندير فيها الشوكولات كنسرحها مزيان بهذه الطريقه هذه وكنعاود نطويها وكنعاود عاوتاني نسرحها بهذه الطريقه هذه. وكندير هاد الدوائر تاع الشوكولات في الوسط اللي بغيت يدير فيهم الشوكولات، اي شوكولات عندكم. مهم اذا كان عندكم اسميتو ضروري خصكم تقطعوا قطع صغيره وتنطوي على هاد الشكلات هكا. وتندير نفس العملية اللي درت في الاول، بهاد الطريقة هادي، وكان نشدها بنفس الطريقة كندخل هاد الأطراف بهاد الطريقة هادي. صافي تنظن العملية واضحة.
تنسرحهم و نرجع لواحد الجانب عاوتاني على الجانب الاخر، و تنعاود عاوتاني كنسرحهم. وصافي تندير لهم نفس الطريقه ديال الاول، كنطويهم و تنطفرهم بحال اللي كنطفرهم. ضروري تسدو العجين باش ما يخرج لكمش منه الشكلاط، وكنطفرهم بهذا الشكل هذا. طريقه سهله جدا. الشكل ديالهم ها هو. من بعد درت جوج طاوات، واحده كما قلت لكم بالشكلاط، وحده درتها غير ناتيور. داك الاصفر ديال البيض اللي حيدت في الاول زدت معها واحد القطره ديال الخل، وغادي ندهن بها هاد لي بغيوش ديالنا، وغادي نديهم للفرن، وان شاء الله غادي نخليكم ونتلاقاو من بعد ان شاء الله ميتيبو. صافي الطاوة الاولى ها هي خرجتها، كما كتشوفوا الشكل ديالهم تيجي هائل الصراحة، وحتى المذاق ديالهم والرطوبية تيكونوا رطب غزالين بحال مقطنين. الطاوة الثانية ديال الشكلاط ها هي، كما كتشوفوا حتى هي طابت، الشكل ديالهم راقي جدا. نتمنى الشكل ديال اليوم والاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم، وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ومن الاشتراك الى ما كنتوش مشتركين، ومن لايك وتشجيع. وشكرا كاع الناس اللي كيدخلوا عندي القناة، نشكركم بزاف، وتنتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله. السلام عليكم.